مرحبا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من اقتصاد الناس. سنأخذكم في جولة مع أبرز المستجدات والأحداث الاقتصادية على الساحة الوطنية، والبداية بالعناوين. معين يؤكد أن أوضاع المواطنين بلغت حدا لا يمكن السكوت عنه. الحكومة تدعو لإغاثة أبناء سقطرى المتضررين من المنخفض الجوي. المبعوث الأممي: الحرب الاقتصادية زادت الأضرار على اليمنيين. وقضيتنا لهذا الأسبوع: الميليشيا تسابق الزمن لنهب الموارد وتدفع الاقتصاد نحو الفوضى. أهلا بكم. قال معين عبد الملك رئيس الوزراء إن الأوضاع للمواطنين ومعاناة بلغت حدا لا يمكن السكوت عنه، مؤكدا أن المسؤولية تكاملية وتقع على عاتق الجميع دون استثناء، وأن الأولوية للبحث عن حلول عملية والالتفاف لمواجهة الحرب الاقتصادية لميليشيا الحوثية التي تستهدف الشعب بأكمله. وفي لقاءات عدة مع دبلوماسيين ومبعوثين دوليين، أكد معين أهمية الدعم الدولي لإسناد الحكومة في مواجهة الحرب الاقتصادية الإرهابية للحوثيين، وتقديم العون العاجل لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الحتمية وتخفيف معاناة المواطنين جراء تراجع الوضع الخدمي والحفاظ على تماسك الاقتصاد. أشار معين إلى الهجمات على المنشآت النفطية وإجراءات ميليشيا الحوثي التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك والقيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع والمساعدات الإنسانية، مؤكدا أن الحكومة لن تتنصل عن مسؤولياتها تجاه المواطنين ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الحرب الحوثية التي تمس الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ناقش لقاء مشترك عقد في مدينة الغيضة بالمهرة برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة سالم نيمر آليات تنظيم الأسواق للأسماك وجملة من الإجراءات التي يمكن من خلالها تنظيم وضبط أسعار الأسماك في الأسواق. اللقاء الذي ضم الهيئة العامة للمصاد السمكية ومكتبي الأشغال العامة والصناعة والتجارة والسلطة المحلية في الغيضة أكد على الالتزام بمنع تصدير أنواع الأسماك التي حددتها وزارة الثروة السمكية. وتشهد الأسواق ارتفاعات متواصلة في أسعار الصيد في ظل حالة من الفوضى تعيشها الأسواق أثرت سلبا على المستهلكين، وتتزامن مع العديد من التحديات في عملية الاصطياد البحري بسبب ارتفاع أسعار الوقود والتجريف الذي تشهده مناطق الصيد على امتداد السواحل اليمنية. بحث مكتب الزراعة والري في محافظة المهرة مع وفد مشترك من منظمة الأغذية والزراعة الفاو ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية الاحتياجات الضرورية الملحة والتدخلات العاجلة المتعلقة بالمحجر البيطري في منفذ شحن وإقامة حملات بيطرية في مديريات المحافظة تستهدف نحو 600,000 راس من الأغنام والماعز. كما ناقش اللقاء المعقود في المكلا التدخلات في جانب تدريب وتأهيل الكوادر البيطرية وتأهيل المختبر الإقليمي البيطري بمديرية الغيضة وصيانة الوحدات البيطرية بمديريات حوف وقشن والمسيلة. وأكد المدير العام لمكتب الزراعة في المهرة سعيد القميري أن هذه المشاريع التي جرت مناقشتها ستعمل على تحسين العمل بالقطاع الحيواني بشكل كبير وتقديم الخدمات لمربي الثروة الحيوانية، مثمنا دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في المحافظة. في لقاء مع عدد من ممثلي المنظمات والشركاء المحليين العاملين في المجال الإغاثي والإنساني، دعا وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري المنظمات الدولية والمحلية إلى تقديم العون الطارئ لأرخبيل سقطرى لإنقاذ المتضررين من المنخفض الجوي الذي شهده الأرخبيل الأسبوع الماضي.
وتسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق نوجد وقعرة وجنوب سقطرى بأضرار بالغة في الأحياء السكنية والقطاع التيار الكهربائي وقطع طرق في عدة أماكن وتحطم العشرات من قوارب صيد وأضرار في القطاع الزراعي والثروة الزراعية أو الحيوانية وسط غياب السلطة المحلية التابعة للميليشيا الانتقالي والمدعومة إماراتيا. ويؤكد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن التغيرات المناخية أثرت بشدة في اليمن وبشكل كبير على قطاع الزراعة وهو القطاع الحيوي الذي يعمل فيه عدد كبير من الأفراد ويعتبر مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء المحلي في البلاد التي يعيش نحو 70% من سكانها في الأرياف. قال المبعوث الأممي هانس جراندمير في كلمة له بمنتدى اليمن الدولي المعقود في هولندا إن اليمن يمر بأزمة إنسانية قاسية ويحتاج أكثر من 21 مليونا من المساعدات الإنسانية. وأكد المبعوث الأممي شدد الحرب الاقتصادية في البلاد وحدوث تدابير تصعيدية اقتصادية زادت من وقع الضرر على اقتصاد اليمن الذي يعاني أصلا من التحديات، وكان لذلك أثر مدمر على الشعب اليمني في نهاية المطاف على حد قوله. وأشار هانز إلى جهود تبذل للإنفاق على جملة من التدابير الاقتصادية وتدابير بناء الثقة لتحسين حياة الشعب اليمني، داعيا الجميع لتغليب مصلحة اليمنيين واليمنيات ككل والتحلي بالشجاعة والإحساس بالمسؤولية. أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن المخزون السلعي في الحدود الآمنة وليس هناك أي شحة في المعروض خلال الأشهر المقبلة. جاء ذلك في تقرير لها قدمته إلى مجلس الوزراء حول توفير أو توفر السلع الأساسية في المناطق المحررة وإجراءات ميليشيا الحوثي ضد القطاع الخاص والبيئة الاقتصادية. وتعيش الأسواق المحلية على وقع تقلبات وتغيرات واسعة في صرف الريال اليمني وسط مخاوف من انعكاس ذلك على بروز أزمات غذائية ومعيشية حادة، خصوصا مع تراجع الاحتياطي النقدي من البنك المركزي ومع معمعة الصراع الذي تركز مؤخرا في الجانب الاقتصادي وبات مرشحا للتصاعد. في إطار حربها الاقتصادية المستمرة وجهت ميليشيا الحوثي بمنع استيراد بعض السلع من الخارج بينها الدجاج المجمد والثوم وأخرى بدعوى تشجيع المنتج المحلي في ظل انقسام المؤسسات الحكومية خاصة المالية والاقتصادية، وهو ما اعتبره مراقبون اقتصاديون استهدافا جديدا لشريحة معينة من التجار غير مغالية للحوثي لصالح أتباعها، يساهم في تدهور بيئة أو في تدهور بيئة ممارسة الأعمال التجارية كون الإنتاج المحلي لا يغطي احتياجات السوق وكون المنع يطال سلعا محددة بطريقة انتقائية ويستثني منتجات أولى بالمنع خصوصا الإيرانية ومنها التفاح الذي يغرق الأسواق على حساب التفاح صعدة. وترافقت الإجراءات الحوثية الجديدة مع خطوة تصعيدية لميليشيا الانتقالية المدعومة إماراتيا بدأت بمنع تسليم إيرادات عدن إلى البنك المركزي ومنع خروج النفط من محافظة شبوة وتهديد الحكومة بتصعيد جديد والدعوة إلى إدارة المحافظات المحررة المسيطرة عليها بعيدا عن الدولة الشرعية. نستعرض الآن متوسط سعر بعض الخضروات والفواكه في الأسواق المحلية خلال هذا الأسبوع. قبل الذهاب إلى مناقشة قضية حلقتنا لهذا اليوم، نستعرض متوسط أسعار الصرف للريال اليمني أمام العملات الصعبة ومتوسط سعر الذهب خلال هذا الأسبوع.
أهلا بكم. تحولت التهدئة غير المعلنة إلى حرب اقتصادية جديدة تشترك فيها الميليشيات في صنعاء وعدن للاستحواذ على موارد الدولة العامة والإطاحة ببقايا الخدمات الأساسية والعملة الوطنية وتعميق معاناة الناس بأنحاء البلاد كافة في ظل غياب الرئاسي والتحالف. نذهب لمتابعة هذا التقرير ثم نعود للنقاش. انحسرت المعارك العسكرية على الجبهات وتمددت الحرب الاقتصادية بشكل غير مسبوق، وكل يوم يشتد الخناق على الحكومة التي باتت تواجه تحديات مالية كبيرة واستنزافا متواصلا لمواردها يوشك على الإطاحة بها ويهدد بفرض واقع جديد يرسم صورة مستقبلية قاتمة للاقتصاد المنهك مع تكالب الأعداء والأصدقاء. حرب اقتصادية دخلت مرحلة مختلفة من التصعيد تشترك فيها ميليشيات صنعاء وعدن وتنعكس بصورة فادحة على الأوضاع المعيشية وتعميق محن الناس. فميليشيات الحوثي لم تكتفي بفرض حظر على تصدير النفط في موانئ حضرموت وشبوة وحرمان الدولة من أهم مصدر مالي للإنفاق على الخدمات والرواتب، بل واصلت مسيرتها التدميرية لشل الاقتصاد وتعزيز إيراداتها التي لا تنعكس على الخدمات ولا رواتب الموظفين، حيث أجبرت الميليشيات التجار في مناطق سيطرتها على الاستيراد عبر ميناء الحديدة وأغلقت المنافذ البرية في تعز والضالع والجوف أمام دخول الشاحنات المحملة بالسلع القادمة من الموانئ المحررة، وأغرقت السوق بغاز الطهي المستورد على حساب المنتج المحلي من مأرب، وشرعت بإجراءات مهددة لعمل البنوك والقطاع الخاص وتفاقم الأزمات الاقتصادية والنقدية. وسط هذه الحرب الحوثية دخلت ميليشيات الانتقالية المدعومة إماراتيا على خط المعركة ضد الحكومة، ووجهت المحافظين التابعين لها في المناطق المحررة بعدم توريد الإيرادات إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن. ومن شأن هذا التصعيد الخطير ضرب ما تبقى من مصادر تمويل الموازنة وتعقيد الجهود الرسمية في الحصول على تمويلات أجنبية وتردي الخدمات، إضافة لاضطراب العملة المحلية التي تشهد تدهورا أمام العملات الصعبة، حيث كسر الدولار الواحد حاجز 1300 ريال في عدن وسط مخاوف من عودة موجة الغلاء. يتجاهل التحالف الحرب الاقتصادية رغم تبعاتها الكارثية، ويكتفي المجلس الرئاسي بمناشدة الرياض وأبو ظبي بتقديم دعم عاجل لرفع الضغوطات عن التمويل، لكن مناشداته لا تجد صدى، وهو ما يشير إلى تحديات كبيرة قادمة تهدد معيشة المواطنين اليومية في البلاد كافة. للنقاش أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا عبر الهاتف حسام السعيدي، باحث في الشؤون الاقتصادية. أهلا بك أستاذ حسام معنا. كما أوضح التقرير أن هناك تسابق للاستحواذ على موارد الدولة من قبل ميليشيا في صنعاء وعدن، كيف نفهم ذلك في إطار الموازنة العامة للدولة؟ أهلا وسهلا بكم. في حقيقة الأمر معروف أن في مال امتنعوا عن توريد الإيرادات البنك المركزي وأنشأوا قطاع منفصل في داخل الاقتصاد الوطني فاصل للاقتصاد بشكل كامل، وبالتالي الاستيلاء على ملايين الدولارات لحسابهم الخاص مع عدم القيام بالواجبات التي يفترض أن يقوموا بها ما دام قد استولوا على هذه الإيرادات وأعلنوا أنفسهم بسلطات حكم واقع. في المقابل أيضا التصريحات الأخيرة حول عدم توريد بعض المحافظات او عدم التوريد للمثل المركزي، وفي وقت طبيعه الحال هذه الامور كامل في الامور الطبيعيه هي في الوضع الطبيعي هي جرائم كلها مخالفه للقانون، ولكن على الاسف نظرا لهشاشه الدوله والوضع الذي نعيشه المقسم والمجزا وعدم وجود سلطه قويه قادره على ضبط كامل حدودها، وبالتالي هذا امر يحدث وكانه طبيعي. نعم. لكن الضغوط على الموازنة العامة طبعا أمر واضح، هو أن الموازنة العامة تقريبا هي حاليا تعاني من شحة وجود الإيرادات بشكل كبير، عدم قدرة على دفع المرتبات فاتورة المرتبات خاصة بعد استهداف الحوثيين بتصدير النفط وإيقاف تصدير النفط اللي كان يمثل شريان مهم جدا للحكومة.
وبالتالي هذا الأمر. النقطة الأخرى تعني هي الإيرادات غير النفطية، معنى أن الآن الإيرادات النفطية تم إيقافها من قبل الحوثيين، وبالتالي الإيرادات غير النفطية سواء ضرائب، جمارك، رسوم إلى آخرها الآن سيتم لا يتم تحويلها. الغرض من هذا الأمر في تصوري هو أغراض يعني سواء تغيير الحكومة أو كذا، لكن في نهاية المطاف هذه الأمور هي تمثل جريمة في الوضع الطبيعي ومدخل للسرقة والتلاعب. نعم أستاذ حسام، ذكرت العديد من التبعات التي يعني ترافق مستوى أو ارتفاع مستوى العجز لدى إيرادات الدولة، هل هذه التبعات تهدد السكان في المناطق المحررة فقط أم ستطال الناس في البلاد كافة؟ تبعات الحرة رغم أن الحوثيين أنشأوا كما قلنا حاولوا تقسيم الاقتصاد إلى قسمين شبه منفصلين تقريبا تماما، لكن ما تزال هناك روابط وقنوات بين الشمال والجنوب بالأساس. الأثر سيكون شاملا لأنه في الحقيقة، لكن في الجزء الجنوبي أو في تحت المناطق المحررة إذا صح التعبير هي المناطق الأكثر تضررا لأنها وجه الصدمة مباشرة. هذا الأمر يؤدي طبعا بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار، موجة تضخم، موجة غلاء، ربما عاجز عن دفع مرتبات في المستقبل إذا لم يكن هناك حلول. كل هذه الأمور تؤثر على المناطق المحررة بدرجة أساسية، لكن الأثر أيضا لن يبقى محدودا فقط في هذه المناطق، سيصل إلى كافة البلدان. نعم أيضا، لماذا لم يشكل تزايد الاستيراد عبر الحديدة ضغطا على الريال في صنعاء بينما يواصل هبوطه في عدن؟ يعني هو الأساس المشكلة ليست من أين يتم استيراد السلع الغذائية، ولكن أساس الإشكالية هي من أين يتم تمويل استيراد السلع بشكل عام. فمن قبل نعرف أنه في مناطق الحوثيين هناك حجم وقاعدة سكانية كبيرة، وجزء كبير من تحويلات المغتربين تصل إلى صنعاء، ناهيك عن المساعدة الدولية والاتصال بالدولار وتم مصارفتها في صنعاء وليس في عدن. هذه كل الأمور تساعد في تمويل نقد أجنبي لتمويل الاستيراد. في الجنوب الأمر قائما كذلك، لكن أيضا كانت الدولة بصفتها تقوم بصرف المرتبات، تقوم بواجباتها على عكس الحوثيين الذين لم يقوموا بأي واجبات سوى كسلطة أمر واقع، تخلوا عن كل شيء وأبقوا الدولة فقط. نعم. يعني واردات المغتربين أو تحويلات المغتربين تغطي معيشة الناس بالكاد طبعا، لأن هناك حاجة لمساعدة إنسانية كثير جدا، وبالتالي لا توجد أي التزامات أخرى. لكن الأثر المباشر كما ذكرنا من قبل هي ليست يعني الاستيراد عبر ميناء الحديدة هو فقط أضاف مصدر لتمويل الحوثيين، يعني ليس له علاقة بشكل مباشر يعني بالدولار، إنما هو مصدر لتمويل الحوثيين بجمارك، بضرائب، برسوم وحرمان الحكومة في عدن منها. هذا الأمر يعني طريقة غير مباشرة تأثير على الريال في عدن عن طريق الضغط على الموازنة العامة ولجوء الحكومة إلى الاقتراب، أو لجوءها مثلا إلى الاقتراب عن طريق البنك المركزي عن طريق الإصدار المحلي وضخ السيولة بدون غطاء إلى السوق مرة أخرى. نعم، ربما استنزاف الموارد يأتي على حساب الإنفاق على الخدمات والرواتب، ما هي الحلول المتاحة لمواجهة النفقات الحتمية والتي ربما تكون كبيرة؟ طبعا مثلا في الجنوب او في المناطق المحرره عندنا نكون اكثر تحديدا، يعني مثلا ليست جنوب وشمال، ولكن القضيه ان الايرادات غير النفطيه مثلا في المناطق المحرره لا تكاد تغطي، على الرغم من زيادتها العام الماضي بنحو 300 مليار ريال، لا تغطي فاتوره المرتبات بنحو 60 الى 70% فقط. هذا يعني انه اذا استمر بهذه الطريقه بل وزاد تدهورا مثلا بمنع او بالامتناع عن توريد الاموال الى البنك المركزي وحدوث اشكالات مختلفه سياسيه، استقرار سياسي في المناطق المحرره، هذا يعني ربما وهذا ما لا نامله ان ربما ان تصل الحكومه الى حافه الافلاس، بمعنى انها غير قادره على دفع المرتبات، غير قادره على توفير فاتوره المشتقات النفطيه من اجل الكهرباء، ونحن في فصل الصيف ونعرف الحجم المهول للكهرباء لتوفير الوقود من اجل الكهرباء سواء في عدن او في حضرموت وغيرها من المدن الساحليه بدرجه اساسيه، ولذلك هذه المشاكل المتضافره في حال عدم وجود حلول. طبعا هناك بعض الحلول، يعني ربما مثلا الاعلان عن تسهيل بعض النقود، الوحدات السحب الخاصه، هي الجزء الثاني من وحدات السحب الخاصه في صندوق النقد الدولي،
لكن ما دائما هذه الحلول احيانا تكون هي فقط تطبيقيه او يعني علاجيه مؤقته، لا يمكن ان تحل الاشكاليه الاساسيه. دون وجود حل لمشكله الاقتصاد بشكل كامل، وجود انتظام للموارد العامه، وجود سلطه مركزيه قادره على هذا الوضع، قادره على ضبط مواردها كامله وتكفل كل ايراداتها، فان الوضع سيبقى خطيرا ويبقى يعني بمعنى ان المشكله التي تحدث بشكل تالي تاكل كل منجزات المرحله السابقه. نعم. يعني اذا لجأت الحكومه حاليا الى اعاده ضخ الاموال النقديه اللي هي طبعا الجديده التي كانت موجوده، وتم سحب منها تريليونات من السوق عبر بالوديعه الخليجيه التي تم سحبها، هذا يعني ان كل المنجزات التي حدثت خلال عام انتهت تماما وذهبت الوديعه وستعود المشكله مره اخرى. نعم، ولكن يلاحظ غياب دعم التحالف رغم المناشدات الرسميه المتكرره، ما هي مخاطر تاخر التمويل الخارجي في مرحله صعبه كهذا؟ اولا الدعم هو لم يغيب تماما، هناك المليار يعني جزء من الوديعه اللي تم الاعلام عنها اللي حصلت عليها الحكومه حسب اعلانها ووصلت للبنك المركزي، وايضا هناك منح للوقود، لكنها ما زالت غير كافيه. هو المساله حاليا انه يمكن ملاحظه ذكرنا هذا من قبل بان الدعم التحالف للحكومه ياتي غالبا عند وجود اي تغيير سياسي. ربما يتم هناك الان عمليه طبخه هادئه لحل سياسي معين او لهدنه جديده ربما بشروط تضر المصلحه الوطنيه احيانا الأساس، وبالتالي سيتم ضخ جزء من الأموال بالمقابل حتى يتم إسكات الناس وتحديات الأمور الاقتصادية المستعجلة، لأنه حينما يتعلق الأمر بقوت الناس تجد الناس يزداد الضجيج، يبدأ الناس في الاحتجاج، لكن حينما يتم تحديات الأمور والإيحاء بأن التغيير السياسي القادم أو الحكومة القادمة ستحمل الحلول وسيتم تحسين الوضع، هنا يحصل انتفاخ الغضب وبالتالي تمرير الاجنده المختلفه كما حدث في عند تشكيل المجلس الرئاسي بالضبط، وكثير من غيره من المحطات. لو لاحظنا متى تم دفع او الاعلان عن اموال للدوله كانت عند وجود كل ازمه خانقه سياسيه، وبالتالي اجراء تغيير تاخير سواء تغيير في رئاسه الحكومه، تغيير في هيكليه الشرعيه او الى اخره، وبالتالي هذا امر ملاحظ وهذا امر دائما ننتقده. نعم، وصلت فكرتك. أشكر ضيفنا حسام السعيدي باحث في الشؤون الاقتصادية، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الهاتف. وأشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذه الليلة، حتى الملتقى، دمتم بألف خير.